مساء الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذه المباشرة. نحاول نقل لكم الأجواء العامة هنا بمدينة مراكش. تحية خالصة كبيرة للمصالح الأمنية بولاية أمن مراكش اللي قام بمجهود كبير، كانت يعني في استعدادات بالاستعداد من أجل الاحتفال رفقة الجمهور المراكشي بانتصار المنتخب الوطني المغربي كرة القدم. هي هذه كما تنقولوا كيف ما كان الأحوال، ربما أنه الغياب غيابات اللي عرفها المنتخب الوطني من زياش وكذلك بوفال اضطرت بشكل كبير على المردود ديال المنتخب، وكذلك ما كانوش لاعبين يعني اللي حاضرين داخل رقعة الميدان لزوزولي لا النصيري يعني في يومهم باش انهم يقدموا يعني مباراة قوية وقوية امام جنوب افريقيا. ما قدرناش اننا نحطموا حاجز البافانا بافانا من جديد، يعني تبقى دائما تفوق الكرة جنوب افريقيا على الكرة المغربية وللأسف. إذا هذه الأجواء. إذا هذه الأجواء رغم يعني كان جنون يعني جنون متفرق هنا في مدينة مراكش بين الاحتفالية وبين الاحتفالية وبين يعني الحسرة، وللأسف تنشوف بأن ربما طيش واندفاع بعد الجماهير المراكشية. يعني رغم كل شيء فتنشوف بأنه الجماهير المراكشية تحياتي الجماهير المراكشية على اختلافها اليوم خارجة يعني باش تعبر على الاعتزاز ديالها الفخر ديالها ببلدها بقائد الاول والاعلى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني بما تعيش بلادنا من ازدهار من تقدم من اوراش يعني من انجازات كبيره من مشاريع كبيره، والحمد لله على كل حال يعني بلدنا في كل تقدم، ويكفي ما تقدمه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. يعني الان اصبح لنا تمثيل في جميع الفئات العمريه اقل من 17 سنه اكثر من 17 سنه، المنتخبات النسويه المنتخبات يعني بصفه عامه يعني كما تنقولوا النوادي المغربيه يعني الكره المغربيه بخير والحمد لله. وموعدنا ان شاء الله يعني لكاس افريقيا 2025 موعدنا ان شاء الله كاس افريقيا 25 كان نمني النفس وكنا نتمنى وكان لنا الامل الكبير اننا نفرح 40 مليون يوم، انا المنتخب الوطني المغربي فرح 40 يوم. وانا نشجع يعني انه تستمر المسيره بكاس افريقيا في الكوت ديفوار، يعني ربما كنا سبب في مرور الكوت ديفوار واللي قصات الان حامل يعني حامل الكاس. السلام عليكم. يعني قصات الحامل الكاس السنغال، يعني السنغال اللي خرجت بخفي حنين كمثيلتها من الفرق المنتخبات الاخرى يعني الافريقيه مصر والجزائر وتونس، يعني اللي كان لهم مسيره طويله في هذا الكاس. يعني اليوم تنشوفوا بانه اليوم تنشوفوا بان منتخبات كبيره غادرت كاس افريقيا، منتخبات كبيره الكاميرون يعني السنغال مصر، يعني مجموعه ديال المنتخبات اللي لا احد كان ينتظر ان تغادر الكاس الافريقيا غادرت كاس افريقيا. يعني باقي الان فقط يعني نيجيريا والمالي وجنوب افريقيا وغيرها من المنتخبات الاخرى.
يعني ما هادشي اللي ولينا تنعيشو في دول شمال افريقيا، للاسف دول شمال افريقيا للاسف ما بين تونس والجزائر والمغرب، يعني يحز في النفس بكل الاحوال في كل يعني الظروف. في الوقت اللي يعني كانت هذه الدول حنا كان عندنا حلم وامل ديال الاتحاد العربي، اذا هذه هي الاجواء الان بمدينه مراكش، تختلط ما بين احزان ما بين يعني فرح يعني مكلوم بالحزن. العموم في كل الامور في كل يعني تبقى دائما الحمد لله ان لنا بلد معطاء، بلد له مكانه دوليا وافريقيا، والقادم ان شاء الله افضل ان شاء الله. في كل يعني احنا دائما كمغاربه يعني كما تنقولوا اننا تنتحطموا ولكن ما تنهزموش، هذا تبقى ديك الاراده والعزيمه والقوه يعني عند الشعب وعند المغاربه بصفه عامه. يكفينا فخرا اننا غادي نطمو كاس افريقيا 2025 بالمغرب، ففرصه ان شاء الله فرصه بحكم اننا البلد المستضيف، فرصه ان شاء الله انه تحقيق الحلم ان شاء الله في 2025 السنه الماضيه السنه المقبله، واننا نشوف هذه الافراح. ان شاء الله في عند المغاربه بصفه عامه. اذا هذه هي الاجواء بمدينه مراكش في هذه اللحظات، غادي نحاولوا ننتقلوا للساحه جمع الفنق باش اننا نقربوكم من الجو العام. منتخبنا غادي يبقى شامخ، منتخبنا المغربي ما بصم عليه في كأس العالم بقطر، يعني يبقى من الإنجازات الكبيرة للكرة المغربية بصفة عامة. كرة القدم الإفريقية يعني تبقى كرة القدم الإفريقية متتبعينا، يعني تلعب ولا ما تتربحش، يعني منطق الكره بافريقيا لا يعرف يعني الكره الحديثه تعرف فقط. اذا هذه الاجواء بساحه جمع الفناء بعد ما تم تنصيب الشاشه، كنا نتمنوا أن الشاشة تستمر مع المراكشين إلى نهاية كأس إفريقيا، ولكن الفرحة لم تكتمل. نشوف بأن بعض الجماهير الآن المجتمعة الآن هنا بساحة جمع الفناء، إذا كانت هذه الشاشة العملاقة اللي تم وضعها بساحة جمع الفناء لمتابعة مباراة المنتخب الوطني اليوم. يعني وللأسف هذه الشاشة يعني لن تستمر، ربما ولن يستمر مع مباراة المنتخب الوطني المغربي. Thank you.
إذا هذه الأجواء داخل ساحة جمع الفناء، يعني رجعت الساحة كالعادة ديالها، الحلقة والفرجة. الحلقة يعني الحلقة رجعت العادة ديالها، يعني الحلايق يعني رجعوا يعني من جديد يعني الساحة الجامعة الفنية باش يدوا الفولكلور المعتاد الدائم هنا بساحة الجامعة الفنية كما تتبع معي. Let's do this.